ولكن الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك، معاملة الله لك المتميزة حينما تصطلح معه، وحينما تنيب إليه، وحينما تقبل عليه، وحينما تؤثر طاعته على كل شيء. المعاملة المتميزة التي تشدك للدين هو أهم ما في السلوك إلى الله عز وجل. تشعر أن الله معك، تشعر أن الله يؤيدك، أن الله يحفظك، أن الله يلهمك الصواب، أن الله يلقي في قلبك الأمن، أن الله يلقي في قلبك السعادة. كل هذه المشاعر وهذه التوفيقات وهذه التكريمات بسبب صلحك مع الله. فالحقيقة الدقيقة أن الذي يشدك إلى الدين، فضلاً عن أنه قدم لك تفسيراً عميقاً دقيقاً متناسقاً للكون والحياة والإنسان، أن الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك. لذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني مشياً أتيته هرولة. لمجرد أن تتخذ قراراً بالصلح مع الله، بالإقبال على الله، بطاعة الله، بتقديم ما تملك في سبيل الله، ترى معاملة تفوق حد الخيال. لذلك هنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن عامله، هنيئاً لمن خطب وده. حفظ الله لك أحد نتائج الإقبال على الله. الله عز وجل حفيظ ويحفظ المؤمن من كل مكروه، من كل شيء مؤلم، من كل خطر. فإنك بأعيننا. هذه الآية فيما يبدو موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء قالوا: أية آية موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة موجهة لكل مؤمن بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته.